انا كنستافد من 93 من 1993 يعني من الوقت اللي كان فيه الملك المرحوم حسن الثاني الله يرحمه. انا كنستافد كانت في الخيريات كنا كنستافدوا في الخيريات كنت في الخيريه هنا في الخيريه كنا كنستافدوا في الخيريه انا شديت تعبوسي محمد عثمان من دبي الاقليمي التعاون الوطني في الكويترا اليوم هنا كنعرفوا انه يدي عمليه رمضان 1440 اللي كتشرف عليها مؤسسه المحكمه الخامس للتضامن وهي عمليه اللي كتستهدف واحد المجموعه ديال الاسر المعوزه لكي تقدم لهم واحد المجموعه ديال المواد الغذائيه وكذلك انه هي عمليه اللي كتكرس روح التضامن والتآزر ما بين افراد المجتمع. وشكرا. الله يستركم ويستروا الله يحفظكم كاملين. الله يستركم الله يرحم الوالدين.